اهلا وبيانفينو سور نوفا فيديو دو لالا نوادي. ان شاء الله انتم بخير، انا الحمد لله لاباس. ديروا لي لايك، ديروا لي سبسكرايب باش نكبروا في هاد القناه. انا بغيت نقول لكم كلكم مبارك عواشركم، مبروك شعبان، ان شاء الله يدخل علينا وعليكم الصحه والسلامه يا ربي. كنتمنى لكم دابا فرجه ممتعه في فيديو جديده ديالي، ويلا لي. كوكو زوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. انا عجيت من عند الخدمه، ولا من عند خدمه راجع دابا، وغادا دابا عند بنتي مدينه باش نجيبها من الكراش، وكنت دابا عند ليدل. ما بقى عندي بطاطا كيما كتشوفوا، جبت 5 كيلو لان اليوم بغيت نطيب واحد الاكله المانيا. صراحة انا عجبني هاد الاكله بزاف. كيديروا بطاطا مسلوق، وكيديروا المكور الاحمر اللي مرقد، كديري كتبخي، و كديري عليه واحد التفاحه، ولكن خاصو يكون واحد التفاح لي حامض. وبغيت نعمل مع ستيك، وهاد هاد العطور اللي فيه فهاد الستيك غادي نحيد هذاك الستيك وندير عليه واحد الصوص بهذاك العطريه اللي فيه. المهم داكشي اللي بغيت ندير اليوم ان شاء الله. من بعد بغيت نجيب واحد قشيطه من عند مرت خويا، لان في السبت، نهار السبت ان شاء الله غادي يكون العرس ديال صاحبتي. صاحبتي اللي شفتو دابا سميتو هذاك فين مشينا انا وياكم الحنه، اي هذيك ان شاء الله خاصني نجيب هذيك التكشيطه. من تما غادي نترك عند ماما نجيبها باش ناكلوا مجموعين عندي. حتى هي توحشات بناتي، وتا بناتي توحشوها بزاف. المهم هذاك الشيء البلان ديال اليوم. دابا قريب 3 هادي، دغيا كيدوز الوقت. سمحوا لي الماسكه ديالي، ولكن فمي ناشف ما نقولش لك. نهار كامل كنت كنهضر في التليفون و في ايميلات وداكشي. المهم هذاك الشيء اللي كاينه زويناتي، ان شاء الله نتوما بخير، ان شاء الله نتوما ما تقلقتوش مني من ديك الفيديو اللي حطيت لكم في سميتو في اول ديال افريل. درتها بكم. اييه. المهم زويناتي، غادي نتلاقاو في الدار مني غنصايب الماكله. اييه. كوكو زوينات، انا في الدار دغيا تلاحيت الكوزينه، هو تامو ميكس ديجا كيخدم. واش كندير بلاتي اهلا بكم. ولا زوينات، خرجت الستيك في مجمد، وكما كتشوفوا ديجا كان مرقد بعطريه. هذا هكا شرينا في عند تركي. المهم كنا كنشريو اللحم هنايا كما كتشوفوا، البطاطا اللي سلقته، وهنايا كاين هاد المكور الاحمر كما كتشوفوا. درت واحد التفاح، درت شويه ديال السكر، وكيكون واعر بزاف. انا متاكده بزاف ديال المغربيات اللي كاينين خصوص في المغرب ما غاديش يبغيو هاد المكور، لان شويه في شكل هادوك اللي مولفين الماكله ديال المانيا وداكشي غادي يبغيو بزاف. انا متاكده. المهم انا كنتسنى دابا باش هاد الستيكات ولا لي ستيك يطبخو مزيان. وهنايا زوينات كندير واحد الشوربه مع التيموميكس ديالي، ديال سوخيني وديال بروكولي. سوخيني واقيلا القرعه الخضراء هذيك الطويله، و درت زعما واحد نص كيلو ديال سميتو ديال البروكولي، وتا هو مجمد. وصافي انا كنتسنى زعما حتى لحد الوقت باش ندير مازال شي حوايج لاخر، شي مقادير، هو غادي يقول لي كلشي اشنو ندير. وصافي، وراجلي مشى باش يجيب بنتي،
ماما هي قلت لك واقيلا غادي تاكلي معنا ان شاء الله. وصافي هذاك الشيء اللي كاين. فوالا زوينات، جاني واحد الكولي ولا كولي اليوم من عند واحد السيد. انا غنوريكم في الاخر ديال هذا الفيديو غادي نوريكم السيد اللي شريت هذا الساكادو ولا شولتو الناس تاكي يقولوا هنايا. المهم هذا بالنسبه للمدرسه شحال قلبت شحال قلبت لان غاليين بزاف بزاف. شي حاجه مزيانه كيدير 250 اورو والصراحه هاد الماركه اللي زعما فيه واحد الهايب كبير زعما داكشي علاش قلبت 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 حتى عييت. وشي الليله شي اول البارح شفت هاد البروموسيون فهاد السيت هادي والصراحه زوين بزاف بزاف. وهاد شي كلشي كاين ولا جمع هاد الساك كادو ديال المدرسه لان بنتي ان شاء الله غتدخل المدرسه اول مره زعما مع 6 سنين غادي يدخلوا المدرسه هنا في المانيا. اي وكنظن وقيلا في العالم كامل. المهم هذا اللي فيه كاين هاد الساكادو هادي اللي فيه 20 مل لتر زعما كيدخل فيه و ارغونوميك زعما مزيان للظهر ما كيهرسوش ما والو وما تقلش بزاف. و في هذوك الضواو اللي كتشوفوا الا كيشعل الا كيخرج للطفل في الليل ولا في الصباح من المدرسه كيبان لهم الطوموبيلات. هذا كان مهم بزاف. هنايا قدرتي تدخلي الحوايج بحال الماكله بحال القرع ديال الشريب وشي حاجه. المهم وهذا واحد الاتوي ديال ديال هادشي كتشوفوا ويا عباد الله ستيلوات داكشي. المهم هادشي كلشي وكاين واحد ساكادو مازال ديال سبور هادشي كلشي ب 140 الاورو. اي زوين بزاف. المهم الماكله واجده وبغينا ناكلو دابا مجموعين في الصالون. وكما كتشوف هذا الغد ليه سبعة هادي وكان بارتاجي معكم بزاف في ستوريات زعما في انستغرام. اجيو اشتركوا معايا في كومنت ديال انستغرام باش تعرفوا كل نهار الجديد. غوكوكو زوينات كي دايرين كي صبحتو جمعة مباركة. اي اليوم نهار الجمعة وانا غدا دابا الخدمة. عشنو زوين هاد الصباح اليوم ما كاينش امبوتياج ما كاينش نهائيا. عرفتي فوت 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 هكا وانا وصلت الحمد لله اللهم لك الحمد. هذا واعر. المهم اش كندير قلت واعر لان مشى تسنى كان خضر تسنى ووصل لورانج وعاد صاك تناسقت بالزربه. المهم اشنو كاين اليوم في الخدمه. اليوم الباترونه ديالي غتجلس حدايا ندير لي زيكوتور نلصقو في سميتو ديالي هادسات ديالي زعما في التليفون وتسمع اشنو كان قول يا عباد الله اش كان قول مع لي كليون. ان شاء الله يكون غير الخير وما يجيش هادوك باسلات ولا شي حاجه ولا شي حاجه شي حاجه واعره فين غنحل ان شاء الله يا ربي. انا من بعد غادي نقول لكم كي كان ان شاء الله يكون مزيان. المهم انا كنتسنى دابا باش يكون خضر. ها هو ونمشي ونبداو الخدمه ديال اليوم ان شاء الله. غادي اليوم غادي نخدم حتى الجوج ان شاء الله. من ورا ثاني خاصني نجيب الدراري من كراش من الحضانه. وي اليوم كاين لا قصريه لا والو كاين غير شي حاجه ديال بالزربه لان مازال خاصني نجيب واحد كسوه على حسب بنتي كبيره لان هاد الكساوي اللي جبت بحال راه الله كان صغير على داكشي علاش مازال خاصني دابا هذا الثالث اللي خاصني نجيب وان شاء الله يقدها لان غدا العرس ما كاين لا
سميتو لا والو لا الله لا ما كاين لا وقت لا والو. انا بلاصيت دابا ديك بلاصه فين كنت بغيت نبلاصي لان الكوليك ديالي ما كايناش. قالت لي بارك تما ولكن شي عفريت الاخر وقفت تما. المهم داكشي علاش قلبت غير على واحد الباركينغ. المهم انا غادي نوجد راسي منتالمون اييه فراسي باش نكالما شي شويه لان انا مخلوعه والله الا مخلوعه الزوينات وصافي. على حساب هادوك اللي جداد دابا معانا ولا اول مره شفتي هاد الفيديو ولا شفتيني انا مات مشيش بقاي ديري واحد ابوني زعما كوني ابوني تابوني في هاد القناه لان تقولي مع راسك واقيلا مال هادي مبخه مالها كتبخ علينا كتهضر هكا عوجه وماشي من خاطري ماشي من خاطري لان انا مزيوده وكبره في المانيا وزوجي تركي ما كيهضرش معايا عربيه وداكشي علاش شويه صعيب باش نهضر مقاد اللغه ديالي العزيزه ولكن كنحاول زوينه كنتقاتل باش نهضر بحالكم ولكن هذاكشي اللي عطى الله الزوينات. ديروا لي واحد لايك ديروا لي سبسكرايب في هذه القناه و بارطاجيو هذه القناه وهذا الفيديو باش نكبروا في هذه العائله ديال لالا نوادي ايه الزوينات وان شاء الله اتوت فوالا الزوينات. سمحوا لي بزاف ما تصورتش لكم مباشره كي داز هذا سميتو مع الشيف ديالي مع باترونه ديالي وصراحه داز مزيان شكرا على دعوتكم اللي كديروا معايا في انستغرام تانتوما ايه انستا فاميلي ديالي و اليوتيوب فاميلي تانتوما. كنبغيكم بزاف ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو ان شاء الله حتى المره اخرى ندوزو في القناه بارطاجيو هاد القناه بارطاجيو مع كاع اللي كتعرفوا ان شاء الله غنكبروا في هاد القناه. انا كنبغيكم بزاف وباي باي.